عبر الهاتف الاستاذ محمد ابو الوفا، عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري. استاذ محمد اهلا بيك، منورنا ومنور الدنيا. ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب وسنه سعيده عليك وعلى كل مشاهدينك ان شاء الله. وحضرتك بالف خير، ويا رب سنه سعيده وعيد سعيد دائما عليك وعلى كل المشاهدين باذن الله. بدايه، اتحل الموقف، هل شعرتم قبل ما نتكلم في التفاصيل بخطوره او تعقيد الموقف بعد انسحاب الزمالك، ولا الامر كان سهلا؟ طبعا لا، الموقف طبعا كان بالنسبه لنا كان صعب جدا. يعني كنا في الاتحاد يمكن لغايه الساعه 9، وكان الاتحاد كله واقف على قدم وساق، وكان عندنا امل لغايه اخر لحظه الزمالك مش هيعتذر، ولكن كنا يعني ايه حاطين الحلول البديله بمخاطبه الانديه بالترتيب، بيراميدز وفيوتشر وطلائع الجيش. بالترتيب ده بيراميدز فيوتشر طلائع الجيش؟ ما هو ترتيبهم بيراميدز تاني الدوري وتاني الكاس، فيوتشر وطلائع الجيش، فطبعا الاحقيه لبيراميدز. والناس لما كلمناهم طلائع الجيش طلائع الجيش فيوتشر، ولا فيوتشر طلائع الجيش الترتيب؟ فيوتشر طلائع الجيش. تمام. طلائع الجيش فيوتشر. تمام. طلائع الجيش فيوتشر. تم مخاطبه الكل، وكنا يعني رافعين حاله التاهب والاستعداد القصوى زي ما بيقولوا يعني. ايوه. حصلتم على موافقة بيراميدز ازاي؟ يعني امتى تم التأكيد على ان بيراميدز سيشارك؟ طبعا تم الاتصال، ارسال خطابات ما بين الاتحاد المصري وثلاث اندية او الاربع اندية زي ما قلت لحضرتك. ايوه. وطبعا وافق بيراميدز، لان بيراميدز هو اللي عليه الدور يعني. لما تخاطب هتقول نمرة واحد بيراميدز، مفهوم، نمرة اثنين طلائع الجيش وفيوتشر يعني. بس فبمجرد ما وافق بيراميدز اشتغلنا في نهائي الاجراءات يعني. ايوه مفهوم. وتقريبا يعني اغلب الاجراءات انتهت، وباكر ان شاء الله هيستخرج القرار الوزاري، تمام. وحتى الشركه الراعيه تعهدت ان هي هتسفرهم على متن طائره خاصه، لان التذاكر لان التذاكر يعني صعبه جدا، تذاكر الطيران. مظبوط. طيب، ايه العقوبات المحتمله طبقا للوائح على الزمالك باعتباره اعتذر عن عدم المشاركه او انسحب ايا ما كان المسمى دلوقتي؟ والله هو يعني لجنه المسابقات المفروض ان هي تجتمع قريب، ممكن خلال اليومين اللي جايين دول. فيعني مش قادر احدد انا بصفه شخصيه هو انسحاب ولا اعتذار. الانسحاب معروفه عقوباته، ولكن الاعتذار ما اعرفش ايه عقوباته. الانسحاب بتبقى حرمان ماتشين وغرامه وممكن تخفض. اما الاعتذار فما اعرفش بالظبط ايه. مباراه واحده ونص مليون، يعني الضعف. دي ضعف دي، الانسحاب ضعف الاعتذار طبقا للائحه. مظبوط بالظبط كده. طيب، لكن طبعا احنا يهمنا نادي الزمالك ان شاء الله ان هو يستفيق من الامور دي. نادي الزمالك يعني حاجه كبيره في الكره المصريه واحد القطبين، وان شاء الله يعني ازمه وتعدي. أزمة وتعدي. يرى الزمالك أن الاتحاد المصري ظلمه بشكل واضح، وده في الخطاب اللي أرسل من الزمالك إلى الاتحاد المصري، وأنه ده لم يبدأ منذ فقط قصة مباراة السوبر، بل بدأ منذ أزمة القيد، وأنها حرب ضد نادي الزمالك. كيف ترى ذلك الأمر؟ طبعا أنا قريت الجواب اللي بعته نادي الزمالك النهاردة. طبعا في حاجات عارية تماما من الصحة. إن الاتحاد، مسؤولين الاتحاد اتصلوا بمسؤولين النادي الأهلي. طبعا هذا الكلام عاري تماما من الصحة خالص. بالعكس طبعا، إن ده النادي الأهلي هو اللي رافع قضية على الاتحاد، وبيتهم مجلس الإدارة بإن اللجنة اللي هو عينها لجنة غير قانونية. ولو في أي اتفاق أو في أي تعاطف من النادي، من اتحاد الكوره مع النادي الاهلي، ما كانش تم الكلام ده خالص. مش كل واحد يطلع يقول كلمتين ان في تعاطف ما بين الاتحاد الكوره والنادي الاهلي او العكس. الناس تصدقوا اتحاد الكوره على مسافه واحده من الكل ومن الجميع. بس هو الفكره يا استاذ محمد، قبل ما تكمل بس بدون قطع كلامك، انه ما قاله الصحفي هو الزميل احمد عبد الباسط هو ما تم في النهايه، انه النظر في الاستئناف سيؤجل لما بعد مباراة السوبر، عشان كده الناس صدقت كل ما قيل في الكلام. بالعكس. طيب، ده العكس صحيح تماما. النظر في الاستئناف تم قبل مباراة السوبر، ثم يعني أجل الاستئناف إلى ما بعد مباراة السوبر. طيب، هو حكم الاستئناف ده يعني ما فيش حد في مصر ما يعرفش إن احنا ليس لنا دخل بيه، لا من بعيد ولا من قريب خالص.
كل مصر عارفه ان احنا لا نتدخل مع القضاء ولا حد فينا يستجري او يدخل نفسه في موقف او يكلم قاضي ويقول له والله دي يمين او احنا عايزين يمين او شمال. تمام. مصر كلها عارفه كده يعني، والامر مش محتاج تبرير اصلا. تمام. يعني مفهوم. طيب ازاي ما تتكررش الازمه اللي هي ازمه وتعدي زي ما ذكرت حضرتك؟ يعني ازاي يبقى قرارات لجنه الانضباط اللي شكلتوها بنفسكم من شهرين تبقى سريعه وواجبه ونافذه دون ان تؤدي الى مشكلات من الانديه اللي بتتعرض لقرارات منها؟ والله اصل الامر ده لو كان القرارات بتصدر من لجان المسابقات بتاعتنا يعني كنت تسالني تقول لي ايه كده، لكن انا يعني كنت تسالني على حلول. لكن الامر لجنه الانضباط برضو زي ما حضرتك عارف ان هي لجنه مستقله، واحنا ملناش ان احنا نتدخل في شغلها اصلا يعني. اي هي مستقله في قراراتها لكنها تابعه للاتحاد، احدى لجان الاتحاد. ايوه هي احدى لجان الاتحاد، ما انا ما قلتش حاجه، انما احنا ما بنتدخلش في شغلها خالص. أيوة. هي مثل لجنه مسابقات جوه الاتحاد بيشرف عليها احد الاعضاء، او لجنه شؤون لاعبين جوه الاتحاد بيشرف عليها احد الاعضاء. دي لجنه مستقله تماما يعني، لا تعتبر يعني محسوبه على الاتحاد. بس طيب وبالتالي مفيش حل في المرحلة الحالية لعدم تكرار ده، بالنظر لأن في طعن دلوقتي مقدم يوم 14 مايو للنظر في قانونية تشكيلها. هل تعتقدون كمجلس إدارة أن اللجنة تشكيلها قانوني أم لا؟ بص يا فندم، احنا اجتهدنا وعملنا الصح، وبعدين المادة بتاع التشكيل اللي اعتقد هي 65 دال او 65 هي، بتقول ان في حال استقاله احد الاعضاء بحق المجلس الاداره انه يعين غيره، لكن اللائحه ما قالتش لو استقال الكل يعمل ايه. مفهوم. ولكن برضو ان في حاله الاختلاف على تفسير احد بنود اللائحه، في بند صريح في اللائحه بيقول ان مجلس الاداره من حقه يفسر اي بند غير يعني غير موضح في اللائحه بطريقته يعني. تمام. فاعتقد ان في حاله اعتذار احد اعضاء اللجنه من حق مجلس الاداره انه يعين غيره. طب لما يستقيل اللجنه كلها نبطل نقفل اللجنه؟ عيننا لجنه. نعم. بس حصلتم وقتها على موافقه وزاره الشباب والرياضه على تشكيل اللجنه دي استاذ ابو الوفا؟ لا، هو لجنه وزاره الشباب والرياضه احنا ما بنبعت لهاش على 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 موافقات قرارات مجلس الاداره. احنا بنبعت القرارات مجلس الاداره كامله للوزاره، زينا زي كل الهيئات الرياضيه. وانا كنت في في في, في, في نادي سوهاج، وكل الانديه بتبعت قرارات مجلس الاداره بما فيها كل من قرارات اداريه وفنيه وماليه، بتتبعت للوزاره لفحصها. وفيهم اللي بترد عليه الوزاره وفيهم اللي ما بتردش. نعم. تمام. طيب ايه موقف لجنه الانضباط الحاليه بعد هذا الامر، بعد اصدار القرارات ثم الطعن في قانونيه اللجنه نفسها؟ هل تواصلتم مع اللجنه من خلال القضاه الموجودين بها علشان تعرفوا موقفهم؟ لا، ما تواصلناش. هنتواصل ليه معاهم؟ يعني انا ما ان كان حد من الزملاء تواصل معاهم فانا برضو ما عنديش فكره. تمام. مفهوم. انا ما وصلنيش ان حد فيهم تواصل قدامي ولا لا. طيب في اخر يوم في شهر يناير كلنا فاكرين طبعا القصه الشهيره الخاصه بقيد لاعبي الزمالك، كان من احد الفيديوهات اللي نشرها رئيس الزمالك وقتها مع حضرتك بتقول له انه انت لو كنت جيت مع لجنه الانضباط اللاعب نفسه، والكلام على كهربا، كان قد صدر قرارات بعقوبته بالفعل. وقتها كانت القصة واضح ان هي منتهية لولا حضور رئيس الزمالك بحسب كلام حضرتك في الفيديو، صح؟ لا، انا ما قصدتش كده. انا قصدت ان رئيس نادي الزمالك يعني رئيس لجنة الانضباط السابق استقال بسبب تصريحات رئيس نادي الزمالك. ده اللي انا قصدته. نعم. يعني ده اللي انا قصدته بالضبط في الجملة دي. لكن ما كانتش صدرت قرارات بالفعل، او لسه ما اتقالتش، ما اعلنتش؟ لا لا، ما كانش صدر اي شيء طبعا. نعم. ابدا. مفهوم. طيب هو كان المفروض هينظر القضيه، ولكن رئيس نادي الزمالك ما امتثلش للتحقيق، وتصريحاته ادت الى استقاله اللجنه.
فعشان كده اتاخرت عقوبه كهربا. ايوه مفهوم. ده اللي حصل بالظبط يعني. طب ما بعد بقى؟ يعني هل القصه دي لسه مستمره على مستوى الشكوى من هنا والشكوى من هنا، او قصه كهربا وقصه رئيس الزمالك مكمله؟ النهارده الاستئناف اللي طلع امبارح ايوه جمد الامر كله. ايوه وبالتالي جمد الاربع طعون. تم تجميده مش تم الغائه، يعني الموضوع لسه لا مكمل. تم تجميده الحين. نعم. على حسب روايه رئيس لجنه الاستئناف. نعم. تجميده الحين فصل، الحين الفصل. نعم. طيب اخيرا بقى لو رحنا لمباراه السوبر نفسها، مباراه الاهلي مع بيراميدز يوم الجمعه ان شاء الله، موقف التذاكر اللي بيعت ونفدت بعد ساعتين تقريبا من طرحها امام جمهور الاهلي والزمالك، ايه موقف التذاكر دي دلوقتي؟ او جمهور الزمالك تحديدا اللي فريقه ما بقاش طرف في المباراه. والله الامر ده ما بين الشركه الراعيه او الشركه المسوقه بالتحديد عشان اكون دقيق في اللفظ يعني. نعم. وبين مجلس الشباب والرياضه في الامارات. تمام. فاعتقد انهم هم هيعيدوا طرح مباريات تذاكر نادي الزمالك ثانيه. هيعيدوها يعني. اسعارها للجمهور من جديد. اعتقد كده. قيمتها. طيب انا بشكرك جدا استاذ محمد ابو الوفا، نورتني وشرفتني وشكرا على وجودك معانا استاذ محمد ابو الوفا، عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري. الحاقه